السلام عليكم ورحمة الله. سنشرح اليوم طريقة إلغاء وإيقاف شاشة الدخول في ويندوز 7 وأيضا ويندوز XP بحيث نمنع هذه الشاشة من الظهور عند إعادة تشغيل الجهاز. ولتطبيق ذلك نتوجه إلى زر الستارت، ثم في مربع البحث هنا نبحث عن خيار رن، ثم نضغط على هذا الخيار وسوف يظهر لدينا مربع التشغيل الرن. نكتب هنا كنترول يوزر باسورد 2 ثم نضغط على خيار اوكي. ستظهر لدينا شاشة اليوزر اكاونت الحسابات. من هنا نقوم بتحديد اسم الحساب المراد الغائه، ثم نزيل الصح عن الخيار الموجود بالأعلى User Must Enter، نزيل إشارة الصح هنا ثم نضغط على خيار Apply، ثم هنا سيطلب منا إدخال الباسورد. نكتب هنا الباسورد ونعيد كتابته من أجل عملية إزالة شاشة الدخول من الظهور، ونضغط على خيار الموافق. الآن بإمكانك إعادة تشغيل الجهاز وسوف تلاحظ عدم ظهور شاشة التشغيل.